هو ضحية الفساد. بلاش نيجي نقول والله نحمل ونصير نسحب ونيجي نقول قضاء وقدر، لا مش قضاء وقدر. البطراني قديش صار عليها ضحايا ونقول قضاء وقدر، والاخطاء الطبية قديش صار اخطاء طبية، مستشفيات غير مجهزة، البحر الميت ليش ما فيه هناك على طريق البحر الميت صرح طبي، مستشفيات غير مجهزة بالمرة. وانا اعيد واكرر واحمل النظام ما جرى في البحر الميت. رحم الله الاطفال، الا بؤس نظام الفساد، الا بؤس للفاسدين. المسؤول هو النظام، هو النظام، نظام الفساد، النظام الفاسد هو المسؤول، هو المسؤول، هو القاتل، هو الفاسد. في فيديو امبارح نزل واحد اجنبي يقول انه الساعة 4 ساعات لما وصل الدفاع المدني والجيش للاسعاف. انا ما بعتب على الشرطي ولا الضابط ولا اللي باخذ 350 ليرة في الدفاع المدني. البرنامج قديم، النظام كامل فاسد، كلها فاسدة. لو انها عاهرة ولا شركة اجنبية اجت وصار معها ايش بيطلع الطيارات والهليكوبتر والجيش كله بيطلع عليهم. بيطلعوا كلهم بطياراتهم وجيشهم وقواتهم. اما احنا يجونا اليهود من غرب يسرقوا عيالنا والناس قاعدين بشارب بيقولوا عنهم. اقسم بالله العظيم انا المسؤول الاول والاخيري عن وفاة هؤلاء الشهداء، هؤلاء الأطفال، وعن جوعكم وعن ضنككم وعن كل ما تعان. الأول والأخير هو الملك، أمام الله مسؤول، وهذه شهادة أدلي بها أمام الله ثم أمامكم أنتم أيها المواطنين. نحن لا نشكر الكيان الصهيوني الغاشم، لا نشكرهم أبدا على تقديمهم طائراتهم، لأن طائراتنا في مهابطها تنتظر العاهرات لتحوم بها أرجاء الوطن. يسقط الديوان، يسقط الديوان، يسقط الديوان، يسقط الديوان، يسقط بدر ياسين واخوال بدر ياسين قاسم عوض الله.